اعتمد وزير الداخلية محمود توفيق نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة، تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول التي اتسمت بالحيادية والموضوعية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية. الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق وخريجات التربية الرياضية وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية، خاضعوا لاختبارات بدنية وعلمية وثقافية وطبية بما يؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها. خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقاً للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري. شفافية ووضوح في الإعلان عن نتائج القبول بكلية الشرطة، فالطلبة الجدد يمثلون كافة محافظات الجمهورية واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفعالية. إجمالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث، الحاصلون على المؤهلات الجامعية قسم الضباط المتخصصين، إجمالي عدد 50752، وصل منهم لكشف الهيئة 15850، والمستهدف قبوله 2950. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 4796، والمستهدف قبوله 850. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 6415، والمستهدف قبوله 1500. المتقدمون لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 4206، والمستهدف قبوله 500. المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 433، والمستهدف 50. وتم عرض فيلم تسجيلي خلال المؤتمر تضمن تفاصيل إعداد وتأهيل الطلبة على مدار فترة دراستهم داخل أكاديمية الشرطة ليصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم للانضمام إلى حماة أمن الوطن. ضوابط ومعايير موضوعية تم على أساسها اختيار الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة وفقا لما تم الإعلان عنه هنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأكاديمية الشرطة ليبدأوا مرحلة جديدة في تحقيق حلمهم، وهو الالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتميز ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.